الرجل الذي لن يتكرر في حياتك والذي لن يعوض غيابه أحد، لا أخ ولا زوج ولا ولد، لكل شيء بديل إلا لهذا الرجل. ذاك الرجل هو الأب، الحب الأعظم لكل فتاة ومدرسة الحياة الأولى لكل شاب، الوحيد الذي يشقى لتسعد أنت. لا يسعنا إلا أن نقول اللهم طول في عمر كل أب وارحم من أصبح تحت الثرى.